السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاين. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا يعني على حنا بعد يعني المجبر يعني نجم المنتخب المصري المنتخب التونسي يعني بعدما ضحى بالمشاركة الإفريقية نجم المنتخب التونسي إلى إشبيلية والتفاصيل صغيرة ستحسم الصفقة. شو كيفاش بالصح المدرب قادري ليخلص 11 ألف أورو برك وداري له لوبجيكتيف تاعو نصف نهائي باش يزيدوا له العام باش يزيدوا له في العام. نهار اللي هدر قال لهم البيبان تبقى مفتوحة وراني معاه وندعموه بسبب صوالح وهو لا هدرها كيما هكا ماشي قال لهم بلي حسن بروحو زورو حسب روحو عروسة أنا مدامني هنايا مكاشي ومن بعد الله يشافيه لك ديرو طاح في السطاد. قلتو كيفاش طاح في السطاد الناس خضرا خضرا قاع مكاشي. حنا بغينا كيما هكا يوسف عطان وكيسموه سليماني يعني خليه تيدبر ايكيب ومازال صغير يلعب في مارس الدورة اللي هي دايرة تاع الفيفا يلعب في جوان كاليفيكاسيون كوب دي موند يلعب كاليفيكاسيون كوب دافريك تاع 2025 يعني هذا صوالح كاع ملاح جايبه ندير له في اشهار على بالنا نديرو في اشهار هاهو الخلاص. وين أشار الصحفي الإيطالي الموثوق يعني فابريزو رومانو المختص في أخبار انتقالات لاعبين أن صفقة الدولي التونسي حنا بعد مجبر إلى إشبيلية الإسباني تقترب من ترسيم بنظام الإعارة بعدما قرر اللاعب الخروج من مانشستر يونايتد. وذكر الصحفي الإيطالي أن انضمام حنا بعد مجبر إلى إشبيلية كان قرار اللعاب وسيكون ذلك على سبيل الإعارة حيث فضلت يعني فضل على من فضله على أندية أوروبية أخرى كانت ترغب في الظفر بخدماته في الانتقالات الشتوية الحالية على غرار يعني النادي الألماني وأولمبيك ليون الفرنسي. راك تشوف صاب روحو ما ينجمش راه كي والو في راسه. قالوا لا قالوا نخدم ما زلت صغير عندي 20 عام ولا 21 عام ما زلت شوف لونترينر معايره معايرش المستقبل مدرب معايرش المستقبل مدرب معايرش المستقبل مدرب قال لهم قارعوا له كاش مشكل كاع شوف مدرب معايرش المستقبل كان اللي عايد المستقبل بعد يعاود يولي الماضي ويعاود يجيب المستقبل شوف كيفاش احنا اندي ديرور شعندنا واحد المدرب ما خلاش فيها سي معرف ولا دايرو شعبويه عجباتو يعني كل ندوه صحابيه يجبد عليه والبراك مليا يرد البراك مليا ولا يرد نورمال ومن بعد عاود ميبان طلع عاود يرجع عادي ولعبو تيتي دارو لعبو نورمال اندي ديرور كاع لعب راخو قعد عام ومن بعد عاود ولا نورمال عادي مكانش كاع اشكال. وتقدم نادي الأندلسي السابق يعني التعاقد مع الدولي التونسي في الشتاء الحالي متفوق على ليون الذي يرغب هو الآخر كان يرغب هو الآخر في تعزيز صفوفه من أجل استعادة توازنه في الدوري الفرنسي وكذلك في يعني نادي ألماني الذي يعمل على تدعيم صفوفه تحسبا لمرحلة إياب في الدوري الألماني حيث كانت إشبيلية يرغب في ضم حنا بعد منذ يعني أوت الماضي حسب رومانو. وكان مانشستر يونايتد قد أعلن قبل أيام قليلة عن تقبل تفعيل البند تمديد عقد حنا بعد لعام إضافي ما يجعله باقيا في صفوف نادي الشياطين الحمر حتى صيف عام 2025 بعدما كان العقد السابق ينتهي في 30 جوان 2024. وقال رومانو إن انتقال حنا بعد مجبر إلى إشبيلية سيكون على سبيل الإعارة لكنه أشار إلى أن إدارة مانشستر يونايتد والنادي الأندلسي لم تتفق بعد على الصيغة
النهائية، يعني منوه إلى إمكانية إدراج من يمكن إشبيليا من شراء العقد اللعاب التونسي بعد انتهاء فترة الإعارة بنهاية الموسم الحالي. وكان حلبات يرغب بشدة في البقاء في صفوف مانشستر يونايتد لأطول فترة ممكنة بالنظر إلى قيمة النادي وعلاقته، لكن خروجه من مخططات المدرب الهولندي إيراك يعني منذ بداية الموسم الحالي واقتصار مشاركته على بعض الدقائق جعله يفكر في الرحيل نحو الفريق يمنح له الفرصة اللعب بشكل يعني مستمر. وضحى حنبعد بمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 رفقة المنتخب التونسي من أجل التفرغ لإيجاد مخرج لوضعيته المعقدة في الفريق أكثر يعني من أكثر لحصاد اللقب الدوري الإنجليزي، ليستقر أخيرا على انتقال إلى إشبيلية بنظام الإعارة في انتظار ترسيم الصفقة. وظهر مجبر صاحب العشرين عام هذا الموسم بقميص مانشستر يونايتد في 10 مناسبات في مختلف المسابقات، وصلت دقائق مشاركته إلى 403 دقائق فقط، ما يعكس وضعيته الصعبة ورغبته في خوض تجربة احترافية جديدة خارج أسوار الملعب يعني يونايتد. عرفتي كيفاش؟ نورمال عادي، جينا البراك اللي هنا هاي تك 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 تك، يا والو صاحبي، لعاب ذو جودة عالية، لعاب ذو جودة عالية خويا، الناس اللي تخدم، يا رب العالي. شو بيه مراكش تهتر على ليكيب ناسيونال؟ نورمال خويا، ما نهدرش كي يلبون نهدروا عليهم الكاس، نهدروا عليهم تا الكاس هالونترينة قلك ما تفرجوش، قلك ما تفرجوش حتى انا حاجة يقولك لونترينة يقولك ما تفرج، وانا نجي نتفرجوا هالونترينة قلك ما تفرج، ولينا نهدروا نقولوا روحوا 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 الفينال ما ولاش عجبتهم، قلنا نجو لو 24 ما عجبتهمش، قلنا نجو لو 30 ما عجبتهمش، قلنا نجو منا ما عجبتهمش، هذا هو ما نهضروش السكتو تاع 11 فيفري، هذه هي، اش غادي نقولكم؟ الله كنا نبقاو حنا كي واحد يكون حر، مدرب قالك ما تفرجوش، وانتوما تفرجتو، مدرب قالك ما تهضروش، وانتوما تهضرتو، الله يسهل. لازم يبقى يهدر ويسهل على كل واحد، نهدر كاين منتخبات، كاين تونس، كاين المغرب، كاين مصر، كاين موريتانيا، كاين السعودية، فاني راني نتبع فيهم، هدر، مكانش غير منتخب وطني جزائري، ولا هدرنا قالك تايا راك تهدر كيما هاك، ما هدرناش قالك هاديك مبغاش يهدر على ليكيب ناسيونال، نسكت خير، لا، اهدر على تونس راك تشوفو، عاود تشوف لي فيديو تاع اليوم. تونس، المغرب، السعودية، مصر، تنوية، نعطو الرأي العام، هذه هي خويا، ولا خير ما نجي نكذب عليكم، ها لوطيل مكاش، ها لاخر مكاش، خير ما نكذب، ما نعرفش نكذب، والله ما نعرف نكذب أولادي، كون جينا نكذبو نديرولكم دي فيديو هاكا تاع كذب، بصح ما نكذبش عليك، والله بنادم روك نتا ديري هاكا تكذب، وحدك قاعد في راك تجي تكذب. هاكا نهضرو على تونس، نهضرو على المغرب، نهضرو على موريتانيا، نهضرو ها راهي تونس قالوا لنا تفرجوا فينا، موريتانيا قالك تفرجوا، ولا ها راهي لعبت الكونغو مع كسموها يا ربي مع الغابون تفرجنا فيهم نورمال عادي، ما يعني كل شو كي موريتانيا كي الأخرى أنغولا يا رحمة ربي هذو شو نربحوهم بشربة تاعنا، بوركينا فاسو تفرجنا بها والنامس مع إيران، فانيك ما كان والو، بوركينا فاسو ما كان والو، أنغولا ما كان والو، وموريتانيا ما كان والو، ما كان والو والله، تونس ما عرفش تمركي، لو كان تونس كو عرفو كانوا يمركو 10، 10 يمركو 10 تاع ليبيا، أنا نقولكم تونس ما عرفوش يمركو صاي، ما عرفوش يمركو تونس ضيعوهم بعشرة. ما كان والو يا صاحبي، نتوما خايفين، لا تخافوا ما والو، كل السهل،
ما تخافوش انا نقول لكم. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله وصحيتكم.